بالي غازي صغار المجلس المحلي ما ساعدش المجلس المحلي لا انت واحده هذه لا اي ذبحونا يضربون بالرصاص شيء يا لطيف يلا طلعنا برواح يلا طلعنا برواحنا من العرب هذا اللي انطانا خاشوق هذا اللي انطانا صحن هذا اللي انطانا اكلنا اي يموتوا يموتوا من الطير الضرب والطيران بيهم والشيء يموتوا كثير هنا هي من جينا هنا هلا مضينا وفوتونا في فرق كثير يا اخوي في فرق كثير احنا ساكنين من شمال دير حافر قناه القياريه قليل الجوال الضرب الدواش يا ابن القرص مقطعه ما بيخلونا نطلع ما طفشنا من الضرب ولحقونا على نص الطريق كنا جايبين قرار خذوه منا ويلا نطلع برواحنا ننهزم عفنا كل شيء وجينا عيشة صارت صعبة صعبة فوق ما تتصور الموت قدامك اشي ما بيرحم عندهم خالص نهائيا ولسه يدورون الدين قال ايزار وقال الله حجاب وشي ويا لطيف هدومنا اخذوهم هدومنا اخذوهم كل شيء اخذوا منا ما خلونا شيء خالص كينا على شو اسمه العذاب والصعوبات اللي تعرضتوا له يعني لبين ما وصلتوا لهالمنطقة يعني كيف بلشتوا بالخروج؟ بالخروج قالوا باتجاه الشمالي احسن ما تموتون على العالم المدنية باتجاه الشمالي على الحر صحيح؟ باتجاهنا للشمالي عندنا شوية عزبة قرار اشترينا طريزينا طلعنا بها جريتين شمالي دير حافر تلقونا عند اذان المغرب ظلام يضربونا بالرصاص ردينا هزمنا ردينا سوونا كمين صحيح؟ لقينا جدام الروس مقطعة ردينا وقفونا دشرنا الآليات ونهزمنا يلا برواحنا يوم ما ضلينا نجي يوم وصلنا وجه الصبح الحر هنا شرق الباب ومن وصلنا الحر اللهم صل على النبي هلا بينا كثير وفوتونا وجينا بس برواحنا وعندي 8 ولاد كلهم صغار يعني ما قدرت تطلع معكم شيء من ما حاولنا جبنا على اساس جبنا قرار وخذوها منا على الدار السلام عليكم. عليكم السلام. الحجر روح الحجر روح الحجر روح الحجر. الحجر عمو يجي بالنوعين ويجي الحجر. والله ظلينا من وقت الاحداث يعني انتقلنا من بيت لبيتنا نهد وتروح نمشرج ردينا جينا على هين ردينا جينا ظلينا 3 ايام على الدرب. كل ما اريد نجي نقطع يضربونا بالرصاص ونرد لي ورا طرينا 4 ايام غربي هنا شرجي الباب ما بعرف فين وردينا جينا لهنا وجينا من يوم من جينا هنا نروح نسجل معينا كل ما يجونا يوتين ويقولوا لنا عاد اليوم مباشر وصار نتيجه اسبوع هنا اكثر ما عانيتوا مشقات شيء وقت القطارات وحتى وصلت لهم؟ شلون؟ تعذبتوا كثير يعني؟ والله تعذبنا كثير وما عدنا لا واسطه ولا حتى متور ما عدنا ها والعالم الكل تشهد ولا نعجو ولا شيء ولا شيء فيه. وجينا عادي وتين استكنا بهالشو جيت شلون مشي يعني على الاقدام يعني؟ لا جينا مع عالم نوبي نوبة الغراض زتوها ظلينا جينا مشي لحالنا وردينا عاد لمينا غراض شوية غراض هي ما جبنا من بيتنا كل شيء شلون المعيشة مع الدواش يعني؟ ايش عايشين ما نقدر نطلع من هين لهين لا نقدر نطلع يعني ما نقدر ناخذ بيتنا خالص لا كل شيء غالي وكل شيء يعني ما نقدر في ظلم؟ الا ما بي هزة وحدة لا تقدر تطلع من غير لباس الله يغضب عليها لا تقدر تروح على السوق لا تقدر تروح على شيء الحمد لله هنا كيفية يا لطيف سوى هذا شيء Gracias.
بعدنا حتى الان بي والله طلعنا الحمد لله من جاي مسكنة طلعنا من جاي مسكنة جينا قطعنا مهرب وجينا والله ردنا نموت تضربونا الدرب الله شدت تعذبتوا بالطريق والله تعذبنا كثير ضلينا 3 أيام 4 الدرب ضلينا 3 4 أيام والله جوعانين وعطشانين وحالي مي زين الله جابنا لا خبز ولا شيء ولا شيء أكيد يعني قطعت بدون ما يشوفكم الدواعش بلل بلل من الشهب ورا بلل قطعنا مشيتوا كثير؟ والله مشينا كثير مشينا جينا من شرجي مسكنة مشينا والله كثير يا أخي مشي؟ لا بواسطاتنا دركتورات وهني يعني جينا ترزيلات من الكبار هذه ما زبنا ان شاء الله قريبا يعني